يا مرحبا بكم في الحلقة الأولى في 2021. خلينا نقوله إنه شهر ديسمبر يتعدى كل عادة كان شهر الاحتجاجات، والقضاة كان عندهم باي كبير فيها وسمعنا برشا أخبار عليهم. هاو عملوا إضراب، هاو اتفاق، هاو جمعية القضاة تتفاوض، هاو نقابة القضاة ترفض وعملوا اتفاق وتفاهموا. وبطبيعة ما ننساوش تجميد رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد بعد برشا خماضة وعركة كبيرة، وتختمت في آخر شهر بخبير الحق يفرح وإنه القضاء تحرك وحط نبيل القروي في الحبس. حكاية أخرى تنرجعولها. ما يخفيش عليكم وإنه القضاء عرصة من عروس الديمقراطية، ويهمنا برشا إنه يكون مستقل ويضمن حق العباد. أبريتو هو الضامن للعدالة. أما من 2011 حتى تكشل تو سمعنا برشا حديث على القضاء. هاو فما قضايا تتعطل، هاو فما دوسيات ما فماش، هاو القضاء ما حبش يتحرك، وبرشا حديث آخر. وحدة ذاك خلينا نستفتحوا العام جديد ونحكيو على الموضوع هذا من غير ما نقول لكم عاد برا جيب شربك وإيجا إركش خلي فركوا الرمان. اولا راه المواضيع هذيا مش سهله، وعلى ذاك لازم نفسروا شنو هو القضاء وانواعه. مش هكاك راه القضاة الكل يفلحوا، كل واحد وعنده اختصاصه. القضاء يا سيدك يا بن سيدك كيف ما قرينا في دروس التربيه المدنيه هو سلطه مستقله، ولا خلينا نقولوا اللي نورمال مو يكون سلطه مستقله، كيف السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه، وحتى الدستور حكى عليه وقال اللي هو الضامن للحقوق والحريات وسياده القانون. يعني مثلا حتى كي يتعارك رئيس الجمهوريه مع رئيس الحكومه، القضاء الدستوري اللي هو بلغه اخرى المحكمه الدستوريه هي اللي تفضل حكي. ومن غير ما نحكي لكم عاد قديش من مره لقينا رواحنا في المشكله ذي. بخلاف القضاء الدستوري اللي مازال ما عندناش منه قضاء، سيدي خويا ثلاثة انواع. اولا عندك القضاء العادي هو اللي يفض المشاكل بين المواطنين، كيف العرك والبركه جات وقضايا تلاق وبرشا حاجات اخرى. وعندك القضاء الاداري اللي اسمه على جسمه يفض النزاعات الاداريه. واخيرا وليس اخيرا عندك القضاء المالي اللي تدخل في الجرائم تاع سوء تصرف في المال العام، واللي هو كان مسؤول على توقيف نبيل القروي. وفيها القطب القضاء المالي وزاد محكمه المحاسبات اللي ديرني وخرجت لنا تقرير على الانتخابات والحملة الانتخابية في 2019 والخور اللي صار فيها الكل. التقرير لا محال خرج وقال هذا عمل وذاك دنا، اما قعدت حبر على ورق والعبيد اللي غلطت مازالت ترتاح. اللي يخزن من البعيد يشوف تصويره مزيانه، القضاء يخدم على روحه وكل واحد يعرف حدوده. اما المده الاخرى صارت بوليميك وبرشا بربره بعد العركه ما بين وكيل الجمهوريه بشير الحكمي ورئيس محكمه تعقيب الطيب راشد، وتجبدت برشا دوسيات وبرشا خنان. جست بين قوسين معلومه صغيره، وانه القضاء في ثلاثه درجات، الابتدائي والاستئناف والتعقيب. وكيل الجمهورية يخدم تحت وزير العدل، يعني تابع السلطة التنفيذية مش السلطة القضائية. ورئيس محكمة التعقيب كيف ما نقولوا نحن هو أعلى هرم في السلطة القضائية. وصلت ما وصلت بيناتهم، ولا تحديث في التلفز ورمين كلام وستاتويات فيسبوك. يا أخي هذم قضاة ولا دي انستغرامور؟ اللي صار وإنه كيل الجمهورية بشير العكمي صب شكاية في التفقدية العامة لوزارة العدل، ويتحدث فيها على إثراء غير مشروع لرئيس محكمة التعقيب الطيب راشد وبرشا قضايا أخرى. أبي الطيب راشد يسكت له؟ والله ما صار. يعمل كي يا طيب يقدم ويوخر ويصب شكاية عن تفقدية العامة، وانه وكيل الجمهورية بشير العكرمي يتستر على مقربين من حركة النهضة. لحكي عليه طيب راشد حكيت عليه لجنة دفاع الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهي. وقت اللي كان بشير العكرمي قاضي تحقيق شد دوسية الاغتيالات السياسية والاحداث الارهابية اللي صارت في باردو وصوصة في 2015. وعادي يعني بشر مازال يخدم في بلاستو وجو احلى جو بعد اللي ربي فضلنا الاحباب والاصحاب. وخلي فكركم زادة في اوت 2019 وقت اللي نبيل القروي تشد في الحبس قبل ايامات من الحملة الانتخابية الرئاسية، بعد ما القطب القضائي المالي خرج بطاقة ايداع في السجن ضده في القضية بتاع تبييض اموال اللي رفعها بيه اي واتش. الجماعة اللي خرج وسبهم وشوههم وهددهم في التسريبات الشهيرة نتاعو اللي قال فيها علاش عام قناة ما بش نحكوا فيكم وفي والديكم. في البريود هذيك سمعنا برشا حديث وانه نبيل القروي توقف بعد برشا ضغط من يوسف الشاهد اللي كان رئيس حكومة وقت. في المقابل الناس تأكد وانه القضاء يخدم في خدمته وما فما حتى ضغوطات سياسية تتمارس عليه. اما نبولة ما طولش على خاطر خدمة الامور وخرج ورجع للحملة الانتخابية نتاعو. اما برجولية ما ننساوش اهم الفترات اللي تعدى بهم القضاء واللي السلطة التنفيذية دخلت فيها فرندس، وخاصة وقت اللي كان القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري وزير العدل. وقتها طرد 82 قاضي بوه على خوه باللي عمل باللي ما عملش. قال شنيا هاو كي طهر في القضاء. وقتها صارت عركة كبيرة وبرشا حديث على انه من جهة لازم صحيح نقصوا مع الفساد والاستبداد، اما من جهة اخرى لازم نحترم القوانين والاجراءات قبل ما ننظموا العباد. قبل السلطة القضائية كانت سلاح في يد النظام باش يصفيوا حساباتهم مع الناس اللي كنترهم سياسيا. وقتها القضاة اللي كانوا ما يسمعوش كلام النظام ويقولوا كلمة الحق
كانت تصير لهم نقلة تعسفية ولا برشة تضييقات وعزل. كي صارت الثورة، المرفق القضائي والناشطين والسياسيين كلهم تجندوا باش يولي القضاء مستقل، وأكثر من هذا تتعمل له الضمانات الكل باش السلطة التنفيذية ما تتدخلش فيه. على ذلك جمعية القضاة ونقابة القضاة طالبوا إحداث المجلس الأعلى للقضاء اللي يبدأ عنده الاستقلالية المالية والإدارية. المجلس هذا فيه 3 مجالس اللي تتمثل في القضاء المالي والإداري والعدلي. أما حتى كي تعمل المجلس الأعلى للقضاء ما قعدش مرتاح، وديما فما شبه وإن السلطة التنفيذية قاعدة تتدخل فيه، خاصة في الحركة القضائية الأخرانية والمجلس الأعلى للقضاء قرر نقطة البشير العكرمي. وقتها دار برشا حديث وإنه صار ضغوطات سياسية باش المجلس يرخ ويرجع في كلامه. وقتها الوطن تخرج بيان ديريكتومون النهضة قال لها هز يدك على القضاء وتمشيوش تقولوا اللي بشير العكرمي عليه شبهات وهو قريب من النهضة ولا حاجة. وفما مؤسسات قضائية أخرى تعاملت منها اللي لاهي بجرائم المالية اللي هو القطب القضائي الاقتصادي والمالي، واللي لاهي بجرائم الإرهابية اللي هو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. في تونس حقيقة فما بوادر باش إنه القضاء يكافح الفساد، كيف ما وقف نبيل القروي أيامات التالي في قضية متاع تبييض الأموال اللي رفعتها أي واتش، كيما صار زادة مع سامي الفهري في نوفمبر اللي فات في قضية تبييض الأموال واستغلال الإدارة. الحقيقة فما برشا تجارب صارت في العالم تخلينا نقولوا وإنه القضاء قادر إنه يجبد دوسيات متاع فساد ويحرك الرأي العام. في إيطاليا في أول التسعينات فما قاضي ركز مع دوسيات الفساد وجبد ريزو كامل متاع متنفذين في البلاد اللي طلعوا فازي، وبعد برشا تحقيق شدوا 5000 عبد متورط في قضايا متاع فساد. 5000 يا بوغل. في البرازيل زادة في 2014 صارت عملية كبيرة متاع مكافحة الفساد اللي اسمها أوبريشن كارواش، وإلا بالعربية غسيل السيارات لافاج. العملية ذي بداها قاضي اسمه سيرجيو مورو، والحكاية جبدت بارش عبيد عندهم رولاسيون بشركة بترولية برازيلية اسمها بيتروبراس. دي اصلا الحكاية وصلت وانه زوز رؤساء سابقين جبدوا في البحث. برجولية بعد ما سمعنا الكلام هذا نجم نقول وانه القضاء في تونس كان يتحدى الضغوطات السياسية ينجم يطيح بارونات الفساد اللي تونس نحنا قاعدين نخلصوا في التبعات نتاعها. والبرازيل وايطاليا ما همش خير منا، كل قضاء نتاعهم اتحرك كونتر الفساد وعمل الحاجة في البلاد. كيف ما شفنا وقت اللي القضاء يكون مستقل حتى واحد ما ينجم يحل فمه قدامه. الاستقلالية هي الضامن الوحيد باش القضاء يخدم خدمته وما يكبر في عينه حد. اخيب حاجه تنجم تصير وانه القضاء يدخل روحه في حكايات بتاع جبدين دوسيات وتوري نوري. القضاء سلطه لازم تكون قويه، وتخيلوا كان يتحركوا ويشدوا الفاسدين قديش التوانسة باش يفرحوا، وقديش نمسحقين ان نرجعوا الثقه في مؤسساتنا. هذه كانت حلقتنا لليوم، اول حلقه في 2021. ما تنساش باش تعمل جيم، تعمل ابوني وتحط لنا كومنتير شنو تحبوا نحكيوا في الحلقات الجايه. سينو ها الانستغرام نتاعي، الانستغرام تاع نويت، ونشوفكم في الحلقه الجايه. باي باي.